على النار. ما عندكوش كريمة حطوا وش اللبن، ما عندكوش حطوا معلقتين أو ثلاثة من القشطة العلب، ما عندكوش خالص ما فيش أي مشكلة، هيطلع حلو جدا برضو. ما تقيدوش نفسكم يعني، أنا عايزة الوصفة تتعمل. طيب أجيب هنا، حطيت اللبن على النار، أحط هنا شوية كريمة، أدوب فيهم النشا معاها القرفة، جوزة الطيب، الريحة أصلا خطيرة من قبل ما نعمل أي حاجة. هنا هنحط شوية سكر، ما يكونوش كتير عشان البلح مسكر، فما نكترش قوي، بس طبعا لازم تاخد شوية سكر وإلا مش هيبقى لها طعم. فهنحط هنا شوية السكر. أنا اكتفيت بالقرفة وجوزة الطيب للطعم، انتوا عايزين تحطوا شوية حبهان مطحون قوي قوي بيمشي معاه كويس جدا، عايزين تحطوا شوية فانيليا اوكي، يعني التطعيم طبعا براحتكم. الحاجات اللي بتمشي مع البلح الفانيليا، القرفة، جوزة الطيب والحبهان. أنا هنا عايزة اللبن يغلي يعني يسخن كويس، وهنا حطيت الكريمة معاها النشا معاها القرفة معاها جوزة الطيب، عايزه اقلبهم كويس جدا. مش عايزه اي كلاكيع فيهم خالص. هتعملوها من غير كريمه يبقى اللي هيتحط هنا من مقدار اللبن. عاده كل كوبايه من اللبن بتاخد معلقه كبيره من النشا. اهو ايه الاخبار هنا؟ لا هنا الدنيا ماشيه تمام، ما تقلقوش لسه شويه، لا تقلقوا. نرص بقى البلح بتاعنا. نرص البلح بتاعنا اهو. طيب انا عندي هنا شويه مكسرات مشكله، زبيب على عين جمل على لوز على فستق، عايزين تحطوا حطوا، مش عايزين تحطوا مكسرات خالص مفيش مشكله، هو الطبق غني وحلو من غير حاجه. عين الجمل من الحاجات اللي بتمشي كويس جدا هي واللوز مع البلح. شوية هنا وبعدين نجيب البلح بتاعنا، مش فارق معايا الرصة خالص يعني، بس عايزة اقسمه اتنين. لا مش عايزة اوسخ ايدي، بيلزق وبعدين هنقعد ساعتين عشان نغسل ايدينا. هقسمه بس اتنين وابتدي ارصه، ومش فارق معايا الرصه لان الكريمه دي هتيجي عليه فمش هيبقى باين قوي. ايوه كده كده تمام كده صح. نبتدي بقى نرص، وممكن تقولوا لنا سؤال نقوله كده واحنا بنرص عشان الناس ما تزهقش. اهو تنزلوها لنا طيب على الشاشة ممكن؟ سؤال عن العجينة السحرية، وهنزلها لكم على الشاشة عشان تصوروا المقادير، وهقول لكم انه برضو الأسئلة اللي بتيجي دايما، هو العجينة السحرية ينفع يتعمل منها العيش؟ اه. ينفع يتعمل منها البيتزا؟ اه. ينفع يتعمل منها أي عجاين، لأن هي عجينة ناجحة، عجينة فيها الخميرة، فيتعمل بيها أي حاجة أنتوا عايزينها، مفيش مشكلة خالص. أهو. واللبن كمان بدأ اهو، هنحط له دلوقتي الكريمه اللي دوبنا فيها النشا والقرفه وجوزة الطيب. اهم حاجه في البلح ده انكم تستخدموا معاه ايديكم والميه بحذر. ليه؟ لان لما بنستخدم ايدينا مع الحاجه بيبقى نسبه ان هي تحمض بتبقى اعلى، والميه نفس الكلام لو سبناها من غير ما تتنشف مظبوط بيبقى سهل ان هي تحمض. بالنسبه للعجينه السحريه عندكم على الشاشه اهي نفس الطريقه، كل المقادير الجافه مع بعض بننزل بالمقادير السايله واحده واحده. طيب جاي لنا سؤال عن اللحمه البارده. احنا بنجيب العرق بنغزه بالسكينه وبنحط فيه الروزماري والزعتر والثوم، بعد كده
بناخده على النار مع ملح وفلفل وزبده، نشوحه كويس جدا جدا جدا، وبعدين نحطه في الكيس بتاع الحراري بتاع الفرن ونقفله. اهم حاجه نعمل فيه الاخرام بتاعتنا عشان ما ينفجرش، ونحط في الصينيه شويه ميه سخنه، ندخله الفرن يكمل سواه. لما بيطلع بلم بقى اللي كان في الطاسه اللي انا شوحت فيها واللي نزل منه من الفرن على النار مع معلقه من الدقيق ومعلقه من الزبده، ونعمل الجريفي بتاعه او الصوص بتاعه. ولو عايزين بقى ساعتها تحطوا له شويه من المشروم، تحطوا له شويه من الفلفل المجروش زي ما انتوا عايزين، وبعدين تحطوه على العرق. العرق لازم يهدى خالص قبل ما نبتدي نقطعه عشان ما يتهربتش مننا. وخلاص تعالوا نبص، احنا اللبن كده تمام. حالا حالا بصوا احنا خلصنا رص اهو. انا قلت لكم ان انا مش هرص، بس انا غصب عني ما عرفتش احطهم اي كلام. فتحت كل واحده اتنين وحطيتها هنا اهو. اللبن غلي، وافكركم ان احنا حطينا على اللبن شويه سكر، وبعدين هننزل عليه دلوقتي الكريمه اللي حطينا لها القرفه وجوزه الطيب والنشا، دوبناهم كويس جدا فيها. وننزل بقى دلوقتي بكله على ايه، على اللبن اللي سخن. يلا بينا. قبل الفاصل على طول اتاكد ان ده هنا كده دايب، اخده على اللبن. بصوا اللبن غلي ازاي اهو، اخده وانزله على اللبن، اقلب كويس جدا. تطلعوا فاصل وترجعوا لنا تلاقوه اتظبط. اطلعوا فاصل ورجعوا لنا، استنونا. الجراتان اللي احنا عملناه، احنا حطينا على النار اللبن، حطينا عليه السكر، سبناهم قلبناهم وسبناهم لحد ما غلي، خلطنا الكريمة مع النشا مع القرفة وجوزة الطيب كويس جدا، نزلناهم عليه قلبناهم. كنا حطينا احنا اصلا البسكوت والمكسرات ورصينا البلح، بعدين حطيت عليهم انا وانتوا في الفاصل، حطيت عليهم الخليط بتاع اللبن ودخلتهم الفرن زي ما انتوا شايفين كده. انا ما عنديش اي حاجه بتستوي، انا بس عايزه اخد وش كده ظريف وما يكونش غامق قوي، وكله ياخد ويدي مع بعضه. مش عايزين تدخلوه الفرن خالص، مفيش مشكله. هنا كنا بمكسرات، من غير مكسرات مش حكايه خالص، هيعجبكم جدا، طعمه حلو ومختلف خالص.